من قاعات الدراسة إلى شوارع العاصمة الخرطوم، وجد صلاح عبد الله أحد الطلاب الدارفوريين المنتسبين إلى جامعة بخت الرضا نفسه يبحث عن وسيلة تعيده إلى مخيم كلمة للنازحين حيث تقيم أسرته. صلاح يقول إنه تم فصله من الجامعة مع آخرين بسبب أحداث طالبوا خلالها بتعديل دستور اتحاد الطلبة. الأمر دفع مئات الطلاب الدارفوريين إلى تقديم استقالات جماعية احتجاجا على رفض مطالبهم. كثرة بتاع طلاب دارفور في التعليم في الجامعات السودانية خلى النظام بينظر للكلام ده إنهم ناس يوم من الأيام بيكونوا قدوة للمجتمع في البلد ده، بيكوا بيتآملوا طلاب دارفور في إطار أنصر ويسار إطار جغرافي عشان يفصلوا من المجتمع إنهم ما يوصلوا الرسالة الموجودة. فعبر الكلام ده اتضح لنا جليا إنه كل طلاب الجامعات السودانية وبالأخص طلاب جامعة بخت الرضا في الأحداث الأخيرة إنه تآمل أنصري بحت من إدارة جامعة بخت الرضا.